خلونا نروح وناخد مجموعة من الأخبار التي حدثت بالأمس، اللي منها اجتماع الحكومة الأسبوعي اللي أكد فيه دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة هتبدأ في تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة خلال مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز. وكمان امبارح رئيس الوزراء شهد توقيع اتفاقية لإنتاج الوقود الأخضر باقتصاد قناة السويس. أيضا القوات المسلحة كرمت عدد من أبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية في بداية العام الدراسي الجديد، ونظمت عدد من الزيارات المنزلية لأسرهم وفاء لذكرى أبطال القوات المسلحة. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أهمها اجتماع الحكومة الأسبوعي اللي استعرض خلاله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي النتائج المهمة لمؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، متقدماً بالشكر للوزراء على جهودهم في عرض حقائق ومؤشرات لما تم تنفيذه من مشروعات خلال محاور جلسات المؤتمر على مدار أيام انعقاده الثلاثة، كما تقدم بالشكر أيضاً لكل من ساهم في خروج هذا المؤتمر في صورة تنظيمية مشرفة، وأكد مدبولي أن هذا المؤتمر أسهم في إظهار منفذته الدولة المصرية من مشروعات تنموية وخدمية غير مسبوقة خلال فترة شهدت بدورها تحديات غير مسبوقة، الأمر اللي جعل ما تحقق في هذه الفترة إنجاز بكل المقاييس، مؤكداً أن الحكومة ستواصل بذل أقصى الجهود في مختلف قطاعات البناء والتنمية. كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة هتبدأ في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة في مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز مع متابعة ذلك في مختلف القطاعات. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه في ضوء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة في كلمته بختام مؤتمر حكاية وطن بالعمل على بحث ودراسة حزمة المخرجات اللي أفرزها الحوار الوطني، فقد تلقت الحكومة مخرجات وتوصيات الحوار الوطني وتم تصنيفها بحيث يتم إرسالها للوزارات المختصة من أجل دراستها بما يسهم في تحقيق أكبر استفادة منها في مختلف القطاعات. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء وشركة C2X لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر باستثمارات تصل قيمتها ل 3 مليار دولار للمرحلة الأولى لإمدادات تموين السفن والوصول لانبعاثات كربونية صفر. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع براين ديفيس الرئيس التنفيذي لشركة C2X اللي تم تأسيسها مؤخراً كأحد أزرع شركة AP مولر ماركس. جاء هذا اللقاء على هامش مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء وشركة C2X لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر ومشتقاته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة. وأعرب رئيس الوزراء خلال اللقاء عن تقديره وسعادته بما تم التوصل إليه من اتفاق وتوقيعه بشأن إقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر ومشتقاته باستثمارات تصل ل 3 مليار دولار للمرحلة الأولى منه، مؤكداً حرص الدولة على إتاحة التيسيرات التي من شأنها أن تسهم في تنفيذ بنود مثل تلك الاتفاقيات وفقاً للأطر الزمنية المتفق عليها في هذا الشأن. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، قامت القوات المسلحة بتكريم عدد من أبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية في بداية العام الدراسي الجديد، كما نظمت عدد من الزيارات المنزلية لأسرهم بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بمختلف محافظات الجمهورية وفاء لذكرى أبطال القوات المسلحة اللي ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء لتظل سيرتهم العطرة مبعث فخر في سجلات التاريخ. يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين في مختلف المناسبات عرفاناً بما قدموه لوطنهم. أيضاً محافظات مصر كان فيها أخبار وأحداث حصلت امبارح، ففي المنيا تم تجهيز وصيانة 32 مخار للسيول استعداداً لموسم الشتاء، وفي شمال سيناء تم إطلاق مبادرة لزراعة شتلات الزيتون ونظافة شاطئ البحر بالعريش. خلينا نروح من شمال سيناء لمحافظة الغربية اللي تم فيها تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية. أما في محافظة السويس فتم تطوير ورفع كفاءة وتجميل شوارع حي الأربعين. ماذا حدث في باقي محافظات الجمهورية؟ هو ده اللي هنتعرف عليه في سياق هذا التقرير.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في المنيا تم تجهيز وصيانة 32 مخر للسيول طبيعي وصناعي مع رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي أزمات طقسية أو سيول، والتي من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء القادم. في الدقهلية أعلنت مديرية الصحة أن فريق عمل المبادرة الرئاسية التشخيص عن بعد قام بمناظرة 2822 حالة خلال سبتمبر الماضي، بينها 200 حالة قلب، وتأتي المناظرة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص إنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بعد بمختلف محافظات الجمهورية. في شمال سيناء نظم فرع جهاز البيئة بالتعاون مع جامعة العريش ومحافظة شمال سيناء مبادرة لزراعة شتلات الزيتون ونظافة شاطئ البحر. تأتي المبادرة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وضمن مبادرة اتحضر للأخضر، وبدأت بنظافة شاطئ البحر بجانب زراعة شتلات الزيتون وعقد ندوات حول أضرار النفايات البلاستيكية وتوعية الأفراد بأضرار التلوث البلاستيكي. في دمياط تم إطلاق فعاليات مشروع تحويشة في بنك بمركز كفر سعد اللي استهدف 2273 سيدة، وده ضمن مشروع المجلس القومي للمرأة تحويشة لدعم سيدات مصر في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظات مصر. في الغربية شهدت مديرية التضامن الاجتماعي تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان لدعم 400 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وغير القادرين بقرى كفر المحروق وقليب إبيار وعزبة الشربجي وعزبة عزيز عزت بمركز كفر الزيات، وده لتخفيف العبء عن أسرهم وإدخال روح البهجة عليهم. في السويس أعلن حي الأربعين قيام الإدارات المختلفة بعمليات تطوير ورفع كفاءة شارع حي الأربعين وإنشاء ميدان حضاري ضمن الاهتمام بالشكل الحضاري لميادين المحافظة، حيث يتم رفع كفاءة وتجميل الشوارع وإنشاء جزيرة أمام مبنى الحي بطول 100 متر وبها 2 شلال ومسلة فرعونية ترمز لعراقة محافظة السويس. في الفيوم تم استقبال فريق حملة الشباب والمناخ ضمن فعاليات الملتقيات البيئية بالمحافظة بالتزامن مع مؤتمر التغيرات المناخية المحلية للشباب وبالتعاون ما بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف، بجانب تدشين السيارة الخاصة بالتوعية المناخية اللي هتجوب أرجاء المحافظة على مدار يومين.